تحياتي تحية السلطة الجميع، تحية نضالية الأحرار، تحية نضالية الريف الصامدة، تحية نضالية للصحراء الغربية والناس المناضلين ديال الصحراء الغربية، تحية لجميع المغاربة الأحرار. وتحية لجميع الخوت، تحية سلطة عونية. أجي اليوم نهضر مع واحد الموضوع أخويا المغربي، أنت تتساءل على قضية الصحراء، باغي تفهم فيها أكثر. حنا جبناك معلومة، جبناك شي معلومات ربما ما كنتيش عارفها أنت. يا المهم باش نشرحه لك، كما تتعرف بأن 6 مليونية محتلة، فهمتيني؟ وتنقولوا حنا تاريخيا أن ذاك الحميقوش لازم الحمق ديال عبد الحفيظ باع بيكالا، فهمتيني؟ باع 6 بيكالا وقال لهم لك هات معاكم شي ساطع زيدهم مليلية، فهمت؟ هذه المهم واحد نكته مضحكه، وما يكونش بحال والو، يكون هذاك حماقوش يعني باع فعلا سميتو الاسبان يديروها العلويين، فهمتيني؟ وتاني تنادم معاهم الحال يتراجعوا يقول لك لا وهذه، وتاني يبيعوها. المهم جبت لكم واحد المعلومه تخص يعني قضيه الصحراء، والمهم انا نقرا عليكم لان ديما تنجيو تنبداو نهضروا. تحياتي للناس ديال الصحراء الغربيه، تحيه اخي مصطفى روميو توب فان، وتحياتي للجميع، تحياتي للريف الصامده، وتحياتي للناس ديال الصحراء الغربيه. من هنا تنقول لكم احبكم بزاف بزاف بزاف. المهم وبغينا نهضروا على موضوع، بغينا المغاربه يعرفوا قضيه الصحراء الغربيه، فهمتيني؟ الصحراء وشنو هو الدور ديال المخزن اخوتي. المهم باش نبداو، الصورة اللي ترسمت لكم لداخل في المغرب عن قضية الصحراوية ماشي هي هذه، فهمتيني؟ كل شيء كذوب، يعني ما كاين حتى شي حاجة حقيقية من داكشي اللي تروجوا المخزن في قضية الصحراء الغربية. وانا نهضر معاكم، وانا نهضر معاكم بمنطق حاليا، فهمتيني؟ وساتكلم معاكم بمنطق ام المنطق اليوم، ونشرح لكم بعض الامور اللي هي ربما بسيطة جدا ولكن هي حقيقة، الحقيقة الغائبة في اذهان بعض المراك، فهمتي؟ وخص انسان يقول كلمة حق، فهمتي؟ في سنة 1975 اخوتي، فاش كانت تتسنى نضال، لان الشعب الصحراوي ناضل ضد الاحتلال الاسباني، فهمتي؟ ناضل سنوات وسنوات وسنوات، المهم قدم شهداء وكذا. تحياتي يا اخي مصطفى، ضروري ضروري. كما قلت لكم يعني في سنة 1975، بينما كان الشعب الصحراوي الصامد ينتظر إلى الاستقلال كنتيجة حتمية لنضالاته، فهمتيني؟ ضد المحتل الإسباني، فهمتيني؟ ناتا خويا إسبانيا غدرات بهم، كانت يعني تطبخ هناك اتفاقية لئيمة تحت الطاولة مع جيران الصحراء الغربية اللي هما موريتانيا والمغرب، وهذه تعرفت باتفاقية مدريد المشؤومة، أو اتفاقية الغدر بالشعب الصحراوي، هكذا تسميوها الناس ديال الصحراء والأحرار. هذه الاتفاقية هذه تنص الاتفاقية على تقاسم كعكة الصحراء الغربية بين المغرب وموريتانيا، مقابل، اسمع هذه المعلومة هذه، مقابل أن تتخلى المغرب عن 6 مليونية. والمغرب قبل بالاتفاقية المشؤومة بسبب، أقول لكم بسبب أن الثروات ديال الصحراء الغربية أنها أكبر من 6 مليونية بالنسبة لهم. دابا أنتم المخزن باع القضية ديال باع يعني 6 مليونية، وقال إسبانيا أجي لا نجلسو نتفاهمو في اتفاقية مدريد، أوكي أنتم تاخدو 6 مليونية وحنا نتقاسمو الآخر. وأنا تنظن أن أولاد فرنسا اللي في المغرب تا هما داخلين في هادشي هذا، يعني الدولة العليا ديال فرنسا، فهمتي؟ هما اللي داخلين في هذا الشيء هذا، نعم فهمتيني؟ وتصوروا معايا نفس الشيء دابا تيديروا، الا جيتي تلاحظ بانهم تبيعوا المغاربه بحال البطاطا، راه ولاو فاس يعني خداو الثروه يعني اللي هي جماد، يعني الثروه ماشي على الفلوس، ولكن تنهضر على الثروه الفوسفات، ثروه البحار، ثروه كل شيء، حتى الثروه اللي هي حقيقيه هي ثروه البشر في ديك البلاد، يعني اللي هي يد العامله يتم استغلالها.
ودابا حاليا وصلنا لواحد القضيه اكفس، انهم ولاو تبيعوا المغاربه للسواعده فهمتيني، والخليجيين فهمتيني، ولاو تيديروا، ولا هما تيديروا دور الدعاره. على كيفاش انتشرت بعد حتى القضيه ديال دور الدعاره في مراكش؟ قول لكم كان الملك استثمر في هذيك المدينه، لانه هو المستثمر الاول في هذيك المملكه، يعني هو داخل في السياسه، داخل في الاقتصاد، داخل في كل شيء. المهم كان دايرين واحد الرؤيه ديال ما شحال يدخلوا من مليون سائح في سنه 2010 فهمتيني، ومحمد بوستا تيتسنى تيتسنى تيتسنى. المهم ما طلعتش القضيه، القضيه ما طلعش في هذيك الرؤيه اللي كانوا دايرين، وهذه قالوا اش غنديروا، راه قلبوها دعاره. وتما فاش قلبوا المغرب دعاره اكثر، يعني سنه 2010 دخلت يعني الدعاره بواحد الشكل يعني فاشح في مراكش، واعتبرت هي ثاني يعني مدينه جنسيه بعد مدينه بعد تايلاند في العالم. مراكش مغرب تيقولوا، ولكن مراكش بالضبط. المهم ولات تبيع في اللحم ديالكم، هاد الناس هادو عندهم هذيك بيع وشري في الدم ديالهم، لان بعض الناس يتهمون انا المهم يتهمون انا بالخيانه، وباغي تبيعوا فينا عشان نبيع فيك ونشري فيك، ترى تبيعوا فيك دايرين فيك ما بغاو، علاش ما تحتاجنيش انا؟ نقول لك ما نحتاجش انا نجي نضحك عليك، انا تنقول كاين معلومات، لا باغي تتحرر فهمتي، لا باغي تتحرر من الاستعمار المخزني الحقير والدولة العلوية الفاسدة، بغيتي تتحرر منها واجي اعرف بعدا اش يديروا فيك. وهاد المعلومات قولها للجيرة ديالك، قولها لخوتك، قولها فهمتي، قولها لعائلتك، قولها اللي تلاقيتي، باش المغاربة يفيقوا، ما يكونش عندنا هداك، ما نكونوش غير مهتمين فهمتيني. انا تنقول لكم المهم نزيدو نكمل لكم اخوتي في المهم كما قلت لكم، داروا اتفاقية المدريد، اتفاقية الغدر بالشعب الصحراء الغربية. تنص الاتفاقية على تقاسم كعكة الصحراء الغربية بين المغرب وموريتانيا، مقابل أن تتخلى المغرب عن سبتة ومليليا لفائدة إسبانيا. المغرب قبل بالاتفاقية المشؤومة بسبب أن الثروات الصحراء الغربية، وفرنسا حتى هي راه خصها تخلص الشوماج ديالها اللي عندها في بلادها، راه ضروري. وهادشي كان بدون مراعاة الإنسان الصحراوي، كل هم مهم مهم كل هم ديالهم هو مملكتهم، يعني مملكة محمد السادس، ومهم مملكة العلويين آنذاك. وإسبانيا آنذاك تهي بحال المغرب، بغات تريد يعني بغات تخرج بعض الفوائد، حتى لو كانت طرق غير إنسانية وغير قانونية، حيث أنه مؤخرا مور هاد الاتفاقية هادي اصطف محامون عالميين إلى جانب قضية ديال الصحراوة وقضايا في يعني المهم ضجة كثيرة في ديال هذه القضية في المحافل الدولية حول عدم شرعية تلك الصفقة الخبيثة، يعني اتفاقية مدريد. بعدها أتت ما تسمونه أنتم بالمسيرة الخضراء، لكنها في الحقيقة كانت مسيرة سوداء على الشعب الصحراء الغربية، شردوا فيها نصف شعبها على الحدود مع الجزائر، وقتل خيرة رجالها ونسائها، وأدخلت الرجال والنساء إلى السجون فهمتي. هادشي اللي دار المخزن فهمتي. فاش السيدي داروا الاتفاقية دي ديال مدريد، والمهم قالوا أوكي صافي ندوزوا القضية، لأن الفوائد بالنسبة لإسبانيا تولي عندها سبتة ومليلية دياولة، يعني تكتبوا بسميتها فهمتيني، بحال المغرب المهم تكات مع المخزن والهالك هذيك الساعة حسن الثاني. فاش تكات معاهم ناض القضية، ناضوا محامون عالميين، يعني أن الشعب الصحراء اللي الشعب الصحراء الغربية اللي ناضل من أجل يعني تحرير البلاد ديالو، الأرض ديالو من المحتل الإسباني ديك الساعة. ناضت إسبانيا والمغرب وموريتانيا داروا اتفاقية باش يفرقوا الكعكة بيناتهم. المغرب تنازل على سبتة ومليليا، وإسبانيا تنازلت على يعني حقها، يعني ولا دورة ديالها في هذيك الساعة في الصحراء الغربية كان دور يعني بحال تقولي في بعض الإدارات، ودي يعني واحد يعني رمزي بشكل ما فهمتي. أرانا فاش كان هناك محامون ساقوا القضية، ناط المهم القضية ولات يعني ناض فيها يعني المحكمة الدولية، وناضوا فيها محامون يعني تدافع على عدم شرعية هذه الاتفاقية الخبيثة فهمتي. يعني هذا المحامون
رفضوا هذه الاتفاقية الخبيثة وجاو تصطفوا مع الضعفاء مع المظلومين، جا قال لهم اوكي مشاو ربحوا القضية. شنو يدير حسن الثاني باش يخرج يعني بواحد، شنو دار؟ قال لك مسيرة خضراء. هذا الشيء علاش دارت المسيرة الخضراء؟ ماشي حيت هو راه ماشي هو زعما حيت وطني ولا انه تيحب المغرب، تيحب الكرسي ديالو العرش ديالو، فهمتيني؟ حسن الثاني من اكبر العملاء، يعني كان يحب يعني هو الكرسي ديالو، ما تهموش انسان مغربي. وحاليا باقي نفس مغرب، نفس انسان مغربي باقي تعيش نفس الشيء. تحياتي لي باقي الشعب المغربي تعيش نفس الشيء حاليا اليوم، باقي تعيش نفسه، يعيش تحت الأحذية، يموت في السبيطارات وكأنه ذبابة، يعني لا شيء، فهمتيني؟ تقبل هذه المسألة، هذاك الشيء اللي دي يمارس عليك مورسة على الأحرار ديالنا في الصحراء الغربية، فهمتي؟ وخصكم تعرفوا هذه الحقائق هذه، باش هذه المرة هذه اللي جا حل فمه بدا يقول هذوك الصحراء وهذوك الناس. ومازال نزيدكم في الموضوع غندخل فيه وغادي تعرفوا بزاف د الحقائق، يعني المخزن ارتكب جرائم تما بلا ما فهمتيني، راه كاين في المحاكم الدولية على هذاك سميتو، ما عقلتش عليه، واحد الجنرال مغربي هرب من كان في الانجليز وهرب، فسمع بانه مبحوث عليه دوليا بجرائم حرب، فهمتي؟ راه كاينين. المهم دا المسيرة الخضراء. المسيرة الخضراء يعني تم يعني فيها تشريد نصف يعني الشعب ديال الصحراء الغربية، فهمتيني؟ وقت قتل يعني حسن تاني قام بقتل يعني ناس أبرياء تمايا، بينهم رجال ونساء وأطفال وكل شيء، وشد رجال يعني بريئون ما عندهم مازال لا سلاح لا والو، هزهم داهم الحبس. واش انت واحد الشعب فهمتيني حارب الاستعمار المحتل، حرب الاحتلال الاسباني، وتجي انت مازال تجي تتسنى هو يعني الاستقلال ديالو، صح بحال الاستقلال ديالك انت اللي داروه وقادوه وقالوا كرا صافي. المهم قال كنخرجوا العسكر وكنبقاو حنا في ديك البلاد، فهمتي؟ هذا هو الاستقلال ديالكم، فهمتي؟ لم تتحرروا من التبعية، بقيتوا تابعين لفرنسا الى يومنا هذا. لا لا، الناس ديال الصحراء الغربية كانوا فعلا غادي ياخذوا الاستقلال ديالهم سميتو، لا ماشي هو فقير، لا قبل، مؤخرا يعني هذا الشيء هذا وقع في شنقول لك غير دابا شي تقريبا اقل يعني من 4 5 سنوات هكا. نعم، راه جايين لهذا الموضوع اخويا، راه حتى الصحراء. ولكن غير هو الحسن الثاني دار هذيك المسيره الخضراء باش يعني بحال تقولي بحال الجريمه ديالو اللي دارها في هذيك الاتفاقيه ديال مدريد المشؤومه، فهمتيني؟ كما قلت لكم، فاش ندخل اخوتي في لي كومونتير تيتلف لي البلان. المهم خصني نبقى هكا باش نبقى مركز. كنا في ال اه المهم سيدي، الناس ديال الصحراء الغربية تيتسناو الاستقلال لأنهم حاربوا يعني برجولة وبتضحيات، وهذه بغاو يحرروا بلادهم، حرروا فعلا بلادهم. قاهر هذاك يعني هذاك البيان الرسمي ديال الاستقلال، صافي هو اللي بقى الناس ديال الصحراء الغربية. ناض المغرب تا هو راه كشيهم الخوف ديال المخزن، ناض اليوم العصا في الرويضه، ناض عطا سبتهم ليليا وخدا النص ديال الصحراء وتفرق هو موريتانيا، وناض تيقتل في الناس ويدبح في الناس فهمتي، دخل بقوة السور هذا احتلال. كيفاش انت بغيتي واحد تيتسنى الاستقلال ديال بلاده وتجي انت تقول لي لا راه ارضي هذيك اجي راه ديالي تضمو عندك، وانت ما عمرك ما حاربتي فيها ما حطيتي فيها والو، فهمتي؟ انا ما تهضرش على دوك الصحراء والاخرين، راه هما عارفينهم الناس ديال الصحراء، هذوك اللي باعوا اللي مشاو مع المخزن وباعوا الرجوله ديالهم، باعوا العزه ديالهم، باعوا الكرامه ديالهم، وباعوا الشعب ديالهم الصحراوي يعني من اجل المال والعاقه والفلوس، وفهمتيني؟ راه هادو كاينين في الصحراء تاع النوع هذا، ولكن ماشي ما هما ما كتارش يعني، واحد الاقليه على الاصابع، هما واحد مجموعه من الخوان. انا فاش ندوي لكم الخوت نقول لكم بان القضيه ديال الصحراء راه القضيه عندها الصحراء عندها الشعب ديالها،
فهمتيني، ما يمكنش تجي مغربي وتفرض الوجود ديالك تمايا ولا تقول لهم هذيك راه ارضك، راه ماشي ارضك صافي انتهى يعني بالتاريخ بكل شيء بالنضاله ديال الشعب الصحراء الغربيه، ما كاين لا سميتو، ما كاين لا، ما كاين حتى شي دليل ان هذيك ارضك، فهمتي؟ ولو يكون ما قدمتيش فيها تضحيات، ما عطيتيش فيها لا الدماء ديالك، لا وانت حررتي حتى الداخل بقى كاين الصحراء، فهمتيني؟ يعني مشيت معايا بقى كاين الجوع والعطش وترجع في هاك كازا ابسط هادشي اللي تيبان لي. حرب على ارضك اخويا هذيك الساعه هدر، فهمتيني؟ واش تتعيش عبوديه وبغيتي تجر ناس احرار عندهم كرامه وعندهم عزه، بغيتي تجرهم يجيو يعيشوا معاك في ديك البلاد؟ راه الثروات اللي ترى كاين الثروه السمكيه حتى في الصحراء، سيري لداخل وشوفي، كاين كاين البترول في هذيك الصحراء، كاين الغاز، كاين الفوسفات، لا مؤخرا ماشي حبست يعني باخره قدا قداس تحبست في سميتو في شي يقول في جنوب افريقيا، محكمه حبست يعني باخره مغربيه تقول يعني محمله بالفوسفات، حبسوها وحجزوا عليها وخداو هذاك الشيء. وفين هو المغرب؟ قول لي فهمتي، وفين هو المغرب؟ يا كون كان عندهم قانون راه اترجع عليهم هذيك الشحنه ديال الفوسفات، ولكن ما عندهمش قانون، فهمتي؟ تم احتجازها. هنشوفوا واحد التعليق ديال شي خوتنا. لا لا غادي ندمك انا، تنهضر لك في المصاري. واش قرا اتفاقية مدريد مسؤومة؟ اوكي دخل سميتو الموقع ديال اليوين ودخل، ولا بغيت نحط لك حتى سميتو ليان حطوك اخويا انا قدام بيس، حيت عارف انا بحال هادو غادي يجيو غادي يقول لك يو ان مدريد اجريمنت. ها هي هنا، ما عندناش اخويا، ما نضيعش معاك وقتي، بغيتي المعلومة ها هي سير قرا شوف. ها هي جبتك اخويا من الموقع ديال سميتو، ها هو الدوكيمون، ها هو عندي كاين باللونجلي، ها بلاتي، ها هو بيس ميكرز. ها انت باش ماشي تقول انا تندوي لك، ها انت شتي الموقع بلاتي، اسمح لي نحيد الفلاش. ها يونايتد نيشن بيس ميكرز، ها انت ها الدوكيمون شتي، ها الدوكيمون شي هاي ديكلاريشنز برينسيبال ويسترن صحراء، هير ما قالكش صحراء مغربيه ولا شي حاجه، قالك ويسترن صحراء. ها هي كاين فيرزيون، ها هي يمكن لك تيليشارجي باللونجلي وبالفرنسيه وبالاسبانيونيه، فهمتي؟ ها هما، ها هي بغيتي نقراها لك، نقراها لك فهمتي، نقراها لك هادشي اللي تهضروا عليه راه كاين كلش تما. المهم بلا مزايدات، حنا راه تنهضروا عارفين علاش تنهضروا، ولا كنتي تثق في المخزون راك يا حمار حشم، واسمح لي على الكلمه هذه فهمتيني. ها هي اون نوفمبر، انا نقراك اون نوفمبر ذا 14 نوفمبر، اون 14 نوفمبر 1975 the delegations lawfully representing the government of Spain, Morocco, Mauritania meeting in Madrid stated that they had agreed in order one of the following principles. Okay, Spain confirms its resolve repeatedly stated in the United Nations to decolonize the territory of Western Sahara. Okay, Spain قالت الأمم المتحدة سيدات على أنها راه تخرج، ما يبقاش تمشي استعمار سميتو استعمار ديال إسبانيا، فهمتيني؟ فهمتي؟ بلا مدة حماق، فهمتيني؟ أن أوكي Spain confirms its resolve، يعني إسبانيا يعني وضحت الامور ديالها بانها راه ما غادي تخرج من الصحراء. اوكي
and by that terminating the responsibilities and power which it possesses over that territory in administrating power. اوكي هاي قالت لك كاع جميع يعني المسؤوليات ديالها والقوه ديالها اللي تتمتلكها في هذيك الجغرافيا في هذيك الارض غادي تحيدها، غتبقى غير يعني غير اداريه كو، وغتبقى يعني كيف ما تيقولوا غتبقى غير يعني واحد الحاجه اللي هي رمزيه. اوكي in conformity in the aforementioned determination and in accordance with the negotiation advocated by the United Nations with the affected parties, Spain will proceed forthwith to institute a temporary administration. يعني اسبانيا خوتي غادي تبقى واحد يعني بحال واحد الاداره مؤقته تمايا، بما بحال تقول الاداره يعني الانتقال من يخرج الاستعمار، هي تشد واحد تبقى واحد الاداره ديالها مؤقته تما والله يعاون، فهمتيني؟ وتخرج فهمتي، وتسير قرا. انا ما نجيش نقرا لك كل شيء ونجي نشرح لك كل شيء، فهمتيني؟ الا كنتي فعلا عندك يعني واحد المهم عندك واحد عندك واحد الدماغ، عندك واحد المهم فعلا انت وطني وهذا الشيء الوطنيه والتخربيق، سير اخويا ابحث وقرا، سير انت كاع دير غير هذيك كوبي كولي الترجمه في جوجل فهمتي، وقراها وفهمها فهمتي، لان هنا حنا ما تنكذبوش، حنا تنقولوا الصراحه فهمتي، يعني بلا ما يبداو بلا ما يجي شي واحد يتزايد عندنا في وطنيه، حتى حنا راه وطنيين فهمتي، حتى حنا راه ناس وطنيين وربما اكثر منكم كاع فهمتي، لان رسائل تقول انا وطني وانت مع المخزن فهمتي، رسائل تجي تقول الوطنيه وتشدق في الوطنيه وانت مع المخزن، مع هذاك الناس مع هذاك القوي اللي تيفرشق في هذاك الضعيف فهمتي، راه ساهله، ولكن ما سهلاش تكون وطني وراجل وتهضر وتوقف مع الناس الضعفاء فهمتيني، هذه راه صعيبه، لان العبيد ديما مع من العبيد دائما مع من معه القوه، اللي تيمتلك قوه اكثر راه معاه، هادو هو هادي عقليه العبيد، عقليه العياشه، صحك ما عارفكمش مخير فيكم فاش يخرج شي هذيك، خرجوكم مؤخرا، فاش خرجوكم اخر مره داكم مقدم الرباط مشيتو تحتاجو تما امام السفاره السويد بلا حيا بلا حيا، ما عارفين تما بان كيمون شكون هو، قالك بان كيران بان كيمون، ما عارفين تما علاش جاي تما، الله اعلم ما عارفش والو، لا تضحكوا تتسناو تيجي يعطيك 70 درهم باش تمشي تبين الوطنيه ديالك، انا ما احتاج هذيك 70 درهم نمشي يمسح بها في الطواليط، مابقاش تزيدوا الناس الوطنيه، حتى واحد ما يتزايد معايا على الوطنيه ديالي فهمتيني، انا عارف راسي اش ندير، راه تيحكموكم خبثاء خبيث، مازال نجي لهذا الموضوع فهمتي، الناس اللي تيحكموكم ماشي رجال شفاره مالك، ما عمرك سمعتي في تاريخ المغرب شي واحد تيجلس معارضين على القرعه فهمتي، هذه تيديرها الملك ديال المغرب فهمتيني، يجلس الناس على القراي فهمتيني، هي بينيتريتد بيبل اوكي، هذا هو الملك ديال المغرب، ما يكذبش علينا حتى شي واحد، حتى شي واحد ما يتزاد عندنا، واش شو هذا الخبط، راه قال عزوز راه هتلر وما دارش القضيه هذه، هتلر وما دارهاش، مازال كان تيعذب الناس تيعذبهم برجوله، عندهم شويه واحد كاع تيعذبهم بهذيك الطريقه ديال الحساسه، اذا هذا مما يعني انه حساس، بلا ما نزيدوا فيه، راه باينه عندنا قائد حساس نظام حساس حتى هو فهمتيني، في هذاك الشيء هادشي اللي تيبان ليا، ومؤخرا عندما قلت لكم هذه الشهر تقريبا عندما تم اختراق حسابي راه هما اللي اخترقوا، راه عندي دابا راه هما تحت يعني اش نقول لكم تحت مطرقتي، انا اللي هز مطرقه دابا، انا اللي فهمتيني، انا اللي شاد لهم اللعب دابا، لا بغى يجي يخترقني دابا خصو يفكر 100 مره قبل ما يدير هذيك التصرف فهمتي، خبثاء ما تيقدوش فهمتي، المخزن فاش ما تيقدش عليك يعني بنيشان فهمتيني، في المعقول وفي الهضره وكذا ما تيقدش عليك، شي يدير تيولي يدير لك يعني المؤامرات ويبدا يخربق لك من هنا ومن هنا، وتيسحبوا داك الشيء راه باقي خدام، راه بنا نتجاوز داك الشيء ديالكم، العملاء ديالكم راه باينين هنا في الفيسبوك، راه كاينين فيهم اللي تيقول لك ملكيه، وهادي هو اكبر خائن فهمتي، شي كاع اللي يجي يقول لكم راي صحيح، راي سمعوني هادي،
شي كاع اللي يجي يقول لكم الرأي وكلمة حق في قضية الصحراء الغربية، هذاك عرفوه، هذاك عرفوه حر يا بصح، فهمتي؟ كاع هذوك الناس اللي تيقول لك لا المغرب لا هذه الصحراء وهذه، هذوك راه ديالهم، راه باينة. ما يمكنش واحد قتل آلاف ديال الصحراوة، قتل الرجال والنساء والأطفال، وفهمتيني، والأبرياء، ونجي أنا نوقف معاه. ونفس الشيء كانوا داروا في سنوات راسات، داروا في حق المغاربة. أنا جوج خوالي كانوا تقتلوا بدم بارد في مراكش، فهمتي، لأنهم كانوا تيقراو تما، إلى يومنا هذا ما عارفينش يعني المصير ديالهم، فهمتي، ما عارفش المصير ديالهم إلى يوم دي. جوج خوالي ما عارفش المصير ديالهم، فهمتيني، واحد راه مات ربما في القصر على ما أظن، واحد راه قتلوه في مراكش سنوات راسها بسبب يعني شنو، الأنشطة السياسية ضد الديكتاتور الحسن الثاني ديك الساعة، إلى يومنا هذا لا نعلم له، لا عنده لا قبر لا والو، فهمتي. نفس الشيء مارسوا النظام الحقير المخزني الكلبي الجبان، مارسوا على خوتنا الصحراوة الأحرار، مارس عليهم نفس الشيء، فهمتي. واللي تيقول لي شنو المشكل عندك مع هذا، انتم ما عرفتو، نظام حقير، نظام حاول اش نقول لكم، جا العهد الجديد، هذا العهد الجديد يا محمد السادس شنو دار، دار هذيك معاهدة شتي سميوها نسيت عليها كاع، المصالحة، معاهدة الإصلاح والمصالحة، ياك، جاب ذوك العائلة ديال سنوات الرصاص ولا ذوك الضحايا ديالهم، حطهم، عطاهم يعني واحد المبالغ مالية هكا وهكا، فهمتي، باش المخزن اللي دار هذيك، المخزن اللي دار هذاك لو بلون، هذاك البلا البلان هو اللي داروا، المخزن اللي داروا علاش، باش يغطي على الجرائم ديالو. المهم حتى بردت لي القضيه شويه، عاوتاني راه زاد عاوتاني في الجرائم ديالو، راه الريف حتى هي معسكره من اخرها، حط فيها العسكر ويسيدي هذا الشيء في سبته ومليليه. علاش غادي لواحد الارض اللي فيها ربما 350 الف نسمه وبدون سلاح باش يدافعوا على راسهم؟ هذيك المنطقة كانت يعطيها ألف حساب، فاش كانت مسلحة، ما كانش يقد عليها المخزن، كان تيصيفط الاستعمار الفرنسي والاسباني والبرتغالي، هما اللي تيتجمعوا هادو كاملين عاد باش يجيو الريف يحاربوه، فهمتي. فاش تحيد لهم السلاح ولا دابا تيمشي تما تيبني الفحولة ديالو اللي ما عندوش كاع، ها واحد قال لك تلقاني في المغرب تندم على حياتك، واخا خليت لك انا هذيك البلاد، وانت تلقاني في شي بلاصه في اوروبا جي عندي قولها لي في حالها هكا جي ندمني، الا كانت عندك شي رجوله جي ندمني، فهمتيني، بحال هكا ندفل عليه ما نشوفش فيه كاع. الانصاف والمصالحه، عفوا، فهمتي، دار هذيك ديال الانصاف والمصالحه باش انه يغطي الجرائم ديالو اللي ارتكبها في سنوات الرصاص، هادشي اللي كاين. من بعد بردت لي القضيه، راه ناض كما قلت لكم، ها هو الريف، ها جرادة، ها تاز قبل منه، ما اتبع عياش، ها زقورة، كلهم شدهم، كله دخل العسكر تما، كما قلت لكم، هاد المنطقة فيها ما استعمار، وتنقول لك الدول الكبرى تما كانت تضرب ألف حساب لهذيك المنطقة فاش كان عندها السلاح. دابا حيد لهم السلاح ولا تيدخل تما تيبين الفحولة ديالها، هادي ماشي رجولة، ما يمكنش، فهمتي، ما يمكنش تتلاقى ب هذه راه ليست يعني واحد المعركة متساوية، إذا كنت راجل كون متساوي معايا، دابز معايا، جي خرج معايا، أنا تنعرف الرجولة هي أننا تنكونوا متساويين في القوة وتندخلوا للحلبة وتنتصارعوا، فهمتيني، ربحتي راه ربحتي، ماشي أنت عارف شنو عندك سميتو عارف القوة ديالك وعارف الضعف ديال البشر، وتجي تتمارس عليهم هذيك القوة ديالهم، فهمتي. انا كما تنقول المخزن يمشي يحرر سبته مليليه، فهمتيني، انا منذ اليوم قلبا وقالبا مع خوتنا في الصحراء الغربية، فهمتيني، وكل ما يضرهم يضرني، فهمتيني، وما تنقولش هادشي هذا حيت باغي شي حاجة ولا تنقولو يعني شي حاجة سياسية، ما عنديش مع داك الشيء، أنا تنوقف مع الحق صافي. أنا تنشوف بأن التحرر ديال ديك المنطقة ديال الصحراء الغربية ترجع لماليها، هذاك يعني الحرية لنا جميعا كمغاربة، فهمتيني، ومن حقنا نكونوا دويلات ولا نكونوا فيدراليات، من حقنا، من حق تكون جمهورية صحراوية تما، تكون جمهورية الريف تما، تكون جمهورية سوس، ما يهمنيش، لأن هاد الوحدة هادي اللي تيهضروا عليها شكون اللي مستافد منها؟ انت واش مستافد شي حاجة؟ ما مستافد والو،
ما عندك والو، ما رابح والو، فهمتي؟ واش عندك شي حاجة؟ واش رابح من هاد الوحدة شي حاجة؟ خوتي راه اللي تيصيفطوا ليا باش يطلعوا راه غادي يطلعوا، ولكن تنسى ليه هضرتي اللي باغي نقول، وشكرا وسمحوا ليا. قلت لكم هاد الوحدة اللي جا معانا دابا، واش حنا واش جامع المغربي كبهايم حاطينهم في واحد واحد لا تريتوري، حاطين المغاربة تما في واحد الأرض، قال لك المغرب، حاطينهم بحال البهايم واحد اش ما كايناش 2% هما اللي تيستافدوا من الثروه ديال البلاد، 2% هما اللي مستافدين من الحقوق والمواطنه الحقه، 2% هاد العائلات هادي يمكن يصيفطوا ولادهم يقراو في كندا تماما كما تفعل يعني العائلات الاوروبيه اللي هي عاديه، فهمتيني؟ تتصيفط ولادها يقرا، مواطن عادي في اوروبا يمكن يصيفطوا ولده امريكان يقرا، يصيفطوا لكندا يقرا، يصيفطوا في مبا، وكذلك المواطن الكندي. هادشي هاد الناس هادو اللي مستافدين من المواطنة ديالهم الداخل في المغرب، هادو تيصيفطوا ولادهم يقراو فيما بغاو ويمشيو فيما بغاو ويديروا اللي بغاو، فهمتي؟ عندهم إمكانية تعيشوا المواطنة ديال بصح، ماشي من ناحية الحقوق ومن ناحية الامتيازات، فهمتي؟ اللي تعيشها المواطن اللي في أوروبا تعيشوا هادوك تما في المغرب. إما أنتوما المغاربة في هاد الوحدة الترابية وهاد الوحدة الوطنية تتهضروا عليها، فيعيش يعني شكون؟ شنو أنتوما منسين هو؟ انتم يعني مجرد يد عاملة عند الحيوانات هذه، وانا مقر خاطبهم بهذا الخطاب هذا من هنا، المخزن الحقير الهلكي الداعشي ديال محمد السادس، هادو تي هما اللي مستافدين، هادو هما اللي عايشين، الطبقة الاخرى راه ما عايشة والو، فهمتيني؟ نتوما منسينهم، ويجي انت نهار سميتو تهضر يقول لك انفصالي ويدير لك بوم، فهمتي؟ الخوانه باينه، الخوانه يعني واش بغيتي انا دابا فاش نهضر مع النظام بحال هكا؟ واش حكيت نتسوق ليه؟ انا راه تجاوزته بسنوات ضوئيه، يعني راه نظام مشكله، نظام خائن جبان، فهمتيني؟ ما عمر غادي، ما عمر نقول لكم هذه القضيه، ما يمكنش نخليه يوصل الاهداف ديالو، خصنا ديما نديرو يعني عليه واحد شي يسميهم شي يقولون لهم بالعربية نسيت عليهم، حرب، نشنو عليه حرب إعلامية دائما، ما نخليوش يتنفس كما هو يشن، يعني حرب نفسية على الشعب المغربي وعلى الضعفاء وعلى الفقراء وعلى اللي جالهم، خصنا حنا نشنو عليه حتى حنا ديك الحرب النفسية، نفضحوه أمام العالم، نفضحوه أمام يعني هاد الناس هادو، وما نسكتوش على حقنا. ما تجي تقول لي أنا راه تنقول لكم أنا راه المغرب يكون عبارة عن 6 دويلات أحسن من أنه يكون ما أنه يكون دولة بحال هكا موحدة كما تيقول. أش الوحدة؟ الوحدة إلا كنت جاية تستافد، فهمتي؟ إما إلا ما كنتش أنا نستافد، سير المغرب المنسي، واش الملك عمر حط رجليه في الجنوب في هذاك المغرب المنسي؟ ما عمر حط رجليه تما، وفكروا فكروا المصلحه ديالكم، ما هذوك الناس اللي تيحكموكم تيفكروا المصلحه ديالهم ديال ولادهم ديال عائلتهم، ويجيو نتوما يطبخوكم بالوطنيه. راه قال لك الوطنيه للفقراء، فهمتي؟ هو الوطن راه ديالهم للاغنياء، المخزن والعائلات تمايا، فهمتيني؟ ما يمكنش نبقاو هاد الناس هادو، ما يمكنش يجي واحد يحكمني بالقوه ولا يرهبني باي نوع من الترهيب ولا هادشي المخابرات ديالهم ولا هادشي. انا تنقول عليهم هو الصدر عاري، جي في وقت ما بغيتي تجي عندي مرحبا، فهمتي؟ تنتسناكم، وماشي شي واحد محلول. ما عنديش النفس، قالك تاع علاقتك، ما عرفتش على شكون، ما عرفتش علاش تتهضر اخويا، تكون عندي على بلا واسي. انت نتوما راهي حيوانات، انت بعدا تكون اختك بايعه لشي سعودي وجيتي تكتب لي هنايا، سير شوف عند شي سعودي في شي وطير في مراكش ولا في كازا ولا في شي قن، سير شوف اختك تبايع اش تدير، وعاد اجي هذيك الساعه هضر لي على اختي، فهمتي؟ اما انا ما عنديش شي اختي، فهمتي؟ غنقول لك هكا خواتي تنعرف راه مزوجات، فهمتيني؟ سير قول لها الهضره ديال راجلها، لان ماشي مسؤوليه ديالي انا، فهمتي؟ لقيت الحوالة، ولا الحوالة هما اللي تابعين مالك اسيدي دابا باش نزيد يا ايه باش نزيد واحد القضية ديال باش نشرح لكم واحد القضية. هو الملك ماشي مشى ربح 90 مليار ولا ما 90 مليون، مشى شرا بها يخت، وهاديك الأموال فين هي؟ أمير المؤمنين وهاداك الشي فين هو الشي؟ فين هو إمارة المؤمنين والتخربيق والحزاق ديالك، فهمتي؟ فين هو؟ راه ما كاين والو، ما كاين لا امين مؤمنين لا والو،
راه امير المؤمنين مشى شرا ياخذ، والناس في السكان يعني الناس في كازا هرسوا عليهم ديورهم بعدهم فين يسكنوا، هو غادي شاري يخت غادي تيتبرع. انا ما عرفتوش هذا واش مالك ولا ما فهمتش انا هذا السيد هذا، فهمت وما تهضرش بهذا الشيء فهمتيني، وتهضر في هذا الشيء هذا لا ما تهضرش. حنا كشباب لا خصها تكون عندك هذيك اللغه ديال انهن وانهن وانتن وانتن، عاد تجي تهضر وتكلم علينا هذيك الطبقه. دابا المشكله الدور المثقف مات في ديك البلاد، ما عمر شي واحد يجي يبقى يقول لي راه خص هذاك المثقف اللي يجي يهضر، ما كاين لا مثقف لا والو. نقول لك راه كاين يا ولاد الشعب نيشان نيشان، وهضر مع راسك. انت العبيد انت قال لك فلوس وهذيك وموت انت. وشوف دابا هاد العقليه هذا، انا راه سي انت اخويا سير عيش لك في شي كهف ولا شي حاجه، ولا شوف لك تماما هذيك الشيء اللي ندير لهاد الحيوان هذا. قال لك سيمو بريمو، سير بعدا تكتب سميتك. تماما هذا راه اللايفات فحال هادو راه رصاص حي في وجه هذاك النظام فهمتيني، ما باغيش لي ما باغيش حتى شي واحد ما يهضر. وبنات تنقول تكتب تدوينه يعتقل على بسبب تدوينه فهمتي، بسبب تدوينه تعتقلوه. وشوف هذا واش نظام، هذا نظام ديال العار كدابه. بيجي واحد كل من يدافع على النظام الملكي العاهر والمخزن فهو حقير، فهو عميل، فهو خائن. نقولها لكم من هنايا، هذاك النظام خصنا نسدو هذيك لاباج ديالو صافي. خصنا حنا كمغاربه من الان نشوفوا راسنا ونشوفوا حنا كشباب شنو بغينا مستقبلا، ونوع الدوله اللي بغينا فهمتي، ونخرجوا من هذا الشيء ديال من ديالهم هما، ما يجيوش يدخلوا لنا شي. هو اخ نوش شكون اللي ياك نهار داك الشيء ديال الريف بسبب من؟ بسبب شكون؟ بسبب قتل محسن فكري، الشهيد محسن فكري، بائع الحوت ولا بائع السمك ياك. وشكون السبب؟ السبب هو وزير الصيد البحري. شكون هو اخ نوش؟ واش تحاكم اخ نوش؟ لا اخ نوش شنو اغتصبكم في 17 المريار؟ واش تحاكم؟ ما تحاكمش. ايوا صافي، بغيتي نبقى غادي معاكم نفسي انت ولا كيفاش؟ راه خصنا نكونو اذكياء، راه الغبي هو اللي تيعاود هداك نفس الاغلاط دائما فهمتي. اجيو يضحكو عليك في 2021 دابا يقولك انتخابات، ونتمنى تنوض شي ثوره قبل هداك الشيء. نتمناو هذا هو هادشي اللي تنتمناو، الشعب المغربي ياخذ بزمام الامور ويحيد هاد الحيوانات اللي تتحكم. المهم باش نكمل ليكم، و تيقول لك النظام مخزني انه ما ارتكبش. شوف دابا الكذوب، شوف قال لك انه لم يرتكب يعني جرائم ورا خنوج هذاك خصو فهمتي. ولكن انا ماشي هنا نهضر على هذاك، لان هذاك انا هذاك عارفه فهمتي، هذاك عارفه فاسد وكلب وكل شيء. ودولة الزريبة تماما، دولة الزريبة هذيك القنوش هذاك ديالهم كلاب ديال، انا لا تهمني يعني كلاب مخزن. حنا خصنا نركزوا على الراس ديال هادشي هذا، هذاك الممثل الكبير ديالهم اللي هو محمد ستة، هذاك ممثل كبير على الشعب المغربي، مثل عليه تمثيليه حقيره وضحكوا عليه وضحك على الشعب المغربي، ولازم انه يتحمل المسؤوليه ديالو، لازم انه فهمتيني ينتقدوا باي وسيله فهمتيني. ما نعطيو ما تكونش لي هذيك قال لك قاعده، اش من قاعده؟ اش من قاعد؟ شو كي تيلبس اقول لك نقولوا حريه شخصيه، ولكن قائد خصو عنده واحد الكاريزما ما يلبسش في حالي. انا ما سياسي ما تاع لعبه، البس لي بغيت، ما تندعي لا اماره المؤمنين لا والو فهمتي، البس كي بغيت. وكيفاش تلقى واحد تيدعي لك شي حوايج هو فهمتي كيتلبس وكيدير؟ ما فهمتش انا هذا منين جات هذه القاعده هذه، ما عرفتش انا واش بغاو يلبسوها ليه الصحه ولا هذه بغاو يفرضوها على الشعب الصحه، ولا كان فعلا نعرفو يدير استفتاء. دابا في المغرب دير استفتاء في المغرب على هذيك امارات المؤمنين، دير استفتاء وشوف شكون اللي يكون معاك فهمتي. اي نو داي اي مشي عند الاضريحه ويجيب لك الزوايا اللي تيخسر عليهم ملايير فهمتيني، اللي اصلا خصها تسد ديك الزوايا ما عندها حتى شي دور فهمتي. اللي بغى يفتح شي زاويه يفتحها ويتحمل المسؤوليه ديالها ماديا، ماشي الدوله اللي غادي تجي تبقى شاده ليه، بقاو شادي ميزانيه ديال الشعب. هذوك الزوايا اللي دايره هو، هذوك الزوايا ديال التخربيق فهمتي، ولا وزاره الاوقاف تفرض عليك واحد الضريبه. علاش اخويا ما بغيتش نخلص انا ليكم؟ سير اخويا راه بنادم تيصليب دارو كاع، انت شنو كاع؟ علاش نخلص لك انت الضرائب باش تجيب ليا فقيه مخزاني بقى يخطب عليا تما الخطابه ديال وزاره الداخليه؟
خصنا نكونوا شويه اذكياء. وهاي وقعت اخويا ثوره، وقع انقلاب كاع، شنو المشكل؟ شنو المشكل؟ الاوطان تبنى بالدماء، هادشي راه خصكم تعرفوه، راه ما يمكنش تنعس تما وتسناهم هما يسميتو، فهمتيني؟ راه مازال تشوف النوع بحالي، هيجيو بزاف مازال ديال الدراري. حنا دابا خصنا نفرشو شي فاش يجي هذاك التغيير في هذيك البلاد، خص تكون عنده ارضيه. تكون عنده ارضيه كيفاش؟ ارضيه هي يكون المواطن الشباب على الاقل واحد الرقم ليس بهين، يكون عنده واحد الوعي السياسي، فهمتي؟ لان فاش يجي واحد القائد اللي غادي ضروري كل زمان عنده القائد ديالو يحضر، غيبغي يكون، غيبغي واحد التفويض شعبي، غيبغي واحد الدعم شعبي، فهمتيني؟ هذاك الدعم الشعبي يقد يدير به، يقد ديروا به التغيير، فهمتي؟ ولكن قبل ما يجي، قبل ما يجيو التغيرات هذه، كاين واحد الحاجه اللي سميتها تنفرشوا لهذا الانسان اللي يجي يغير هذيك البلاد، فهمتيني؟ لان القائد اللي غادي نقولوا مثلا الانسان اللي يجي يغير هذيك البلاد خص يكون عنده اول حاجه شعب واعي، فهمت؟ ما نقولوش غالبيه، واحد الاقليه حارف اللعبه ديال المخزن 100%، فهمتيني؟ الحماق ديالو، هذيك التنصابيط ديالو، هذيك الحيل ديالو، هو تيكون اصلا الانسان يكون اكبر من اللعبه اصلا، نفسها اللعبه اللي تيلعبها المخزن هو كبار منها، فهمتي؟ يعني تيشوفهم هما كلعابه بحال تقول ديال الهوات، فهمتي؟ ما يمكنش يلعب معاهم، يدير لهم هذيك ويزيد، فهمتي؟ لانه محترف، فهمتي؟ غيكون ذكي، يعرف كيلعب معاهم، يعرف يحطهم في مشاكل اللي هما غادي، فهمتي؟ غادي تخليهم ينساو، يعني يفقدوا التركيز على شي امور اخرى ويدوزي ماركي البيت، فهمتي؟ خص بنادم يفكر بحال هكا، هكذا يكون القائد اللي غادي، واحد الانسان محترف في السياسه، واعر على المخزن، فهمتيني؟ ودوليا تكون يكون عنده وزن، فهمتي؟ خص يكون عندنا واحد الانسان ليبرالي. علاش؟ باش ما يستغلو حتى شي واحد لا بالدين لا هادي. باغي اخويا الحقوق، راه فاش تمشي تما للسبيطار ما تتخلص بالحمد لله وقال الله وداكشي، فهمتي؟ ولا راه هادشي ديال الله والقضاء وقدر، هادشي راه ما تتخلص به والو، راه ما تخلص به حتى مولك، راه تقول لمولك راه يقول لك شوف اخويا كول هذيك الهضره ما تقولهاش ليا، فهمتي؟ ولكن الا تما يعني دوله فينا نطبقوا القانون، فهمتي؟ تطبيق القانون صافي، يعني تطبيق القانون غتولي انت تعرف علاش تعتمد، غتوليش تعتمد، فهمتيني؟ ماشي بنادم تيعيش، ماشي بنادم ما تيفكرش في الاولويات ديالو في المغرب، غالبيه ديال الناس ما تفكرش في الاولويات ديالك وتمشي تتنعس حياتك كامله، الاولويات ديالك هي انك تتفكر في الهوامش، تتنسى الاولويات، حتى تسجد تمشي تصلي وعاد تتفكر هذيك الاولويات ديالك، تتولي تسيطر من السماء وقيلا ربما يرجعوا لك هذيك الساعه معجزه باغا يطرق عليك في حياتك. انا ننصح الشباب، هذاك التفكير ما خدامش، ما عمره يوصلك شي حاجه، وحاول انك الاولويات ديالك تركز فيهم، فهمتيني؟ ما تدوسك ما الهوامش ما تسوقش لهم. وبغيت نرجع للقضيه ديال الصحراء، لان واحد التعليق ديال واحد الشابه صحراويه حره قحه كتبات واحد التعليق واعر، والصراحه عجبني، لان واحد الانسان قال لهم، كتب واحد السؤال قال لك حنايا ما ارتكبنا والو، المخزن غالبيا تينشر هذيك القضيه ديال سميتو ديال انه لم يرتكب جرائم في الصحراء الغربيه، هو راه يعني ماشي ارتكب جرائم، اقبح الجرائم دارهم ما دارهمش حتى الاستعمار الفرنسي والاسباني تمايا، فهمتي؟ وانتم سمعوا على لسان هذه الاخت هذه شنو كتبان، شنو سمعوا التدوينه ديالها. الشعب المغربي اما مغيب او يدعي الاستغباء، او انه شعب بطابع جشع وطماع، فهمتي؟ لان تتهضر على حسب يعني تتجاوب هذا الممخزن اللي قال لي هذا الشيء هذا.
إن كنتم تقولون أنكم لم ترتكبوا مجازر في الصحراء الغربية ولم تخوضوا حربا طاحنة ضد الشعب الصحراوي فأجبني عن أسئلتي، من هم الجنود المغاربة الذين خاض الشعب الصحراوي ضدهم حرب طاحنة من 1975 إلى 1991؟ تاريخ وقف إطلاق النار هو سنة 1991. هل هم عساكر من الجيش المغربي أم رجالات العائلات المغربية الذين جاءوا مع مسيرة السوداء؟ فهمتيني؟ أما فهمتي ولا رجالات المخزن؟ أشكون اللي تيصيفط المخزن تما؟ تيصيفط هادوك اللي ما عندهمش، فهمتي؟ اللي ما عندوش وفاش فهمتي تيتقطع عليه صبعه تما تيرجع للداخل، ما تيلقى ليه عقل عليه، ما تيلقى لا تغطية صحية لا تعويضات لا والو، صافي تيتلاح التوش، صافي صافي. شنو راك اي جندي؟ شنو يصحابك؟ انت يصحابك شي فاسي ولا شي علوي ولا شي فهمتيني ولا شي بناني ولا شي حاجه؟ راك مواطن عادي، فهمتي؟ ارتاح تما. من هم اولئك الالوف المؤلفه من العساكر المغاربه الممخزنين الذين قتلوا خيرة رجالنا ونسائنا؟ هل حقا لا تعرف جنديا واحدا ممن خاض الحرب لإبادة الشعب الصحراوي لأنه رفض احتلالكم له، أم أنك تدعي الغباء؟ واش بنادم صاحبي رفض؟ علاش ترفض الفكرة؟ هذيك الأرض محتلة من طرف النظام المغربي المخزاني، هذا الشيء كاين، مادام تمشيو جنود مغاربة تحاربوا فهذاك احتلال مغربي راه باين. هاي اسمع يا مغربي، انا كصحراوية اعيش الواقع وليس مجرد تراهات اعلامية في قنواتكم المغربية. لا توجد عائلة صحراوية لا يوجد بها شهيد قتل على يد الجنود المغاربة، فانا مثلا خالي شهيد خلال الحرب الطاحنة التي دار بيننا وبينكم، وابي جريح بسببكم، وزوجي وزوج عمتي مفقود كحال كثير من الصحراويين الذين اختطفتهم قواتكم الملكية ولم نعرف مصيرهم إلى اليوم. عمتي مناضلة سجنتموها لمجرد أنها قالت صحراء غربية، وشعبها لم يناضل لقرون ليحتله المغرب. وتصور شعب ما ناضل قرون يناضل سنوات وسنوات وتجي انت تحتله ويجي يقول لك صافي، فهمتيني؟ واش بغيتو نتوما دابا واحد فاش تيهضروا الاحرار؟ حيت كاينين شي عياش، غنصح لكم واحد القضيه، راه كاين فرق ما بين وحده فاش تتغتصب وتتقاوم وما بين وحده فاش تتغتصب وتتحل، فهمتي؟ نتوما واحد باغي من النظام يغتصبو، نتوما تتزيدو تتقول لا لا شوف اخويا خليه يغتصبك، فهمتي؟ هذا هو الحل اللي عندكم، فهمتيني؟ اين هي هاد السيدة الصحراوية تم اعتقالها، فهمتيني، في سجون العاهر محمد السادس، يعني وتم يعني فرصوها باش انها تشرب شي حوايج قريبة الى السم، وتضربت بطريقة وحشية على يد قوات الحقيرة ديال محمد السادس. في كل عائلة صحراوية ستجد شهيدين أو ثلاثة على الأقل تقدير خلال الحرب الطاحنة بين الجيش الصحراوي وجيشكم التوسعي سماتهم، لأن احتلال هذا. هاي أعطاته في الأخير، أنتم قوة احتلال بامتياز وبكل المواصفات، وتخطيتم النصارى والإسبان في بطشكم. نعم أنتم احتلال أكثر بطشا من الإسبان نفسه، مستمرون ماذا حق وراءه مطالب. المهم هذه رسالة قوية من امرأة صحراوية حرة مناضلة، فهمتيني؟ سمعتي هاد الشيء؟ الاستعمار الفرنسي واسباني ارحم من هاد الاستعمار المخزني الحقير، انا تنقولها لكم، فهمتي؟ مازال كانت يعني كانت واحد الإنسانية، إلا دخلتي السبيطارة تلقى واحد الإنسانية، كانت هناك إدارة في المستوى، كان معلمين في المستوى. أما دابا ما عرفتش اخويا شكون اللي شاد هذيك البلاد، المهم حط فيها هذوك تجار المخدرات ولا ما عرف، كل واحد تيدير من جهه، كل واحد تيقلب من جهه، فهمتيني؟ وباغي نسكتوا اي صوت حر، فهمتي؟ تيسحبهم بهذا السهوله هذه، اجي ندخل انا نلعب معاهم في هذا الشيء هذا وسحبهم انا بهذا السهوله هذه، يعني لقمه سهله يجي يزرب عليا انا. اولا ما تنشوفش
انا لا اعترف به كدوله ككيان دوله، لان الدوله عندها واحد عندها واحد الممارسه ديالها باينه، فيها شويه الاحترام، فيها شويه لا المخزن حقير، فهمتيني؟ تيشفرك وتيقول لك اسكت، فهمتيني؟ المخزن حقير لواحد الدرجه. لذلك فاش تنتقدهم راه تنتقدهم على هذا الاساس، انهم هي مافيات، وانهم مش ما تيمثلوش ما تي ما عندهمش يعني ماشي دوله، واحد المجموعه، واحد المرتزقه سميت مرتزقه ديال المخزن استولوا على الدوله المغربيه. هذا الشيء اللي كاين وخصهم يرحلوا، هذا الشيء اللي كاين، فهمتي؟ ومره اخرى حاولوا تخترقوا شي حاجه اخرى، لا بغيتوا تسليب ديالي نصيفطوا لكم باريمي. وقيلا انا تنقول وبالنسبه لهذوك هذاك الاخ اللي قلت لكم اخوتي فاش تم اختراق، هذاك اللي عاونهم راه عندي الامور ديالو. دابا شحال هما دابا تيتسناو انني نخرج هذيك المعلومات ونفضحهم؟ لا باقي نزيد، فهمتي؟ غنمرضكم نفسيا، غادي تمرضوا، فهمتيني؟ توك انت فهمتيني اتمرضوا نفسيا، فهمتيني؟ وغادي نخرج هذيك المعلومات، ولكن انت ولا كنتي ما عارفنيش غادي تعرفني، راه يمكن نحطها في اي موقع بغيت، اي موقع نختاره نحطها فيه، هذاك الشيء اي موقع بغيت ويكون عالمي كاع بغيت راه نحطها فيه، فهمتي؟ راه ما نحتاجش، راه ما محتاجش شي واحد يجي يعاوني في هادي ولا هادي، فهمتي؟ راه نهار بغي نحط هذوك المعلومات نفضحكم مزيان، راه غادي نحطها في اكبر المواقع يعني الالكترونيه العالميه كاع، فهمتي؟ وهذا راه وعد تسنى يعني باش نجي ما ندخلش معاكم انا في حرب، يعني دابا تسناكم اش ديروا مره اخرى، يعني ما عرفتش والله ما مسوق لكم، تنفيق الصباح نضرب العصير ديالي ونعيش حياه ديالي الطبيعيه وتنقول لكم ها طيروا. سير او حتى هو قال لك ام السياسه بزاف عليه وصمه، راه قال انا عصير بزاف يا خويا، راه الاحتلال الاسباني والفرنسي ارحم من هذا الاحتلال هذا، فهمتيني؟ واش مراتك ما عادت حتى فين تولد؟ واش من انسانيه هذه؟ تجي تهضر يقول لك انت مغربي صبر، كيفاش مغربي صبر؟ قلت قولها لهذاك الفاسي ولا قولها الملك العاير ديالك، قولها ليه، ما تجيش تقولها لي انا، تي قولها ليه هو، فهمتي؟ خصنا سميتو خصنا ما نعترفوش بهاد الناس هادو، راه مو مجرد ان تنعطيهم واحد تنهضروا معاهم بواحد الطريقه رسميه تنعطيهم هذاك الاعتراف، خصنا في الفيديوهات ديالنا في اي نبقاو نعطيهم بشتى المسائل باش ما تبقاش عندهم الشرعيه، ما تبقاش عندهم لان ما عندهمش، فهمتي؟ لانهم بغاو يطيروا. ماما خوتي اللي بغا يطلع، الا كانوا شي وحدين بغاو يطلعوا يهضروا ما عرفتش شكون، مرحبا بمداخلات اللي بغا يطلع. ايوا هذا اللي كاين، وكل نهار غادي نجيبوه. الصحراء الغربيه قادره على تحقيق الاكتفاء الذاتي ديالها، ودابا نتوما في المغرب، ها هو المغرب كله ثروات، وهل استطاع تحقيق يعني الذات ديالو مع النظام المخزني الشفار؟ ما استطاعش، راه كلشي على سميتو، راه ماشي الموارد، ماشي الموارد، راك يعني عندنا كما تيقولك ما عندناش واحد شتي يقولوا ليه، ما عندناش واحد المشكله في الموارد، كاين عندنا فائض ديال الشفاره في هذيك البلاد، فهمتي؟ فائض يعني بزاف ديال الشفار، هادو خصهم يمشيو، فهمتي؟ اذا الى هضرنا على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وراه خص طلق يعني تحط هذا السؤال على المغرب، هذوك راه بعدا مكتفين بذاتهم واخا هما في حاله حرب مع المخزن، راه ما هذاك حيدنا الخوت. المهم اخوتي تحياتي وتحيه الناس ديال الصحراء الغربيه من هنا، وديما تحيه للاحرار
جميع الأحرار في العالم كامل في ما كانوا أينما كانوا. سالي تاخد لايف ونشوفكم في شي لايف آخر لأن عندي شي شغل. السلام عليكم. سمح لي بلاني. اخبار مول الكرسي، تحياتي اخي الصحراوي محمد. ما اخبار تاني تنتسال اخويا، ما عاد فين حطوه مخابرات هذاك يعني تقلاتو خشاتو في شي فهمتيني في شي يعني سري ولا شي حاجه ما اكثرها في المغرب فهمتي يعني هذاك باين المخابرات تقلاتو حطاتو في شي سجن سري باينه فهمتيني. هذاك هو راه كما قلت لكم نظام اجرامي ديال الحموشي يعني. تحياتي.